السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير، كل عام والأمة الإسلامية بخير، كل عام والشعب المصري بخير. انقضى شهر رمضان الكريم بنفحاته الجميلة الطيبة العطرة، وفاز فيه من فاز، نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا فيه من الفائزين. ربنا يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ويبتدي معنا رمضان بعد ما يخلص نكمله، مش عشان مشي رمضان ننساه، لا، نودع رمضان ونستنى إن شاء الله، ندعي ربنا يكرمنا وربنا يوفقنا إن شاء الله ويطول في أعمارنا عشان نستقبل رمضان التاني. كل عام حضراتكم بخير. إحنا النهاردة في أيام العيد الفطر المبارك، والعيد كله فرحة، العيد هو فرحة المسلمين بالعيد. إحنا لينا عيدين، العيد الكبير والعيد الصغير، فده من أحد المشاعر في الإسلام هو العيد الفطر. عيد الفطر بيفكرنا بحاجات جميلة جدا وإحنا صغيرين، الكحك والعيدية واللبس الجديد، حاجات جميلة جدا عمرنا ما ننساها. حتى لما كبرنا بقينا نعملها لأولادنا، اختلفت المظاهر ولكن برضو نفس العادات موجودة. ما بقاش في ناس كتيرة جدا ما بتعملش كحك في البيت، بس كله بيشتري الكحك ويفرح بالعيد، ونلاقي الأولاد فرحانين باللبس الجديد. الأعياد كلها جميلة جدا يا جماعة، وبتبقى فرحة لكل الشعوب. يا رب يديم علينا الفرحة جميعا. أنا النهاردة يا جماعة في العيد بيشرفني إن احنا نكون في عيد برضو على قناة الصحة والجمال، وبيشرفني النهاردة يكون معانا دكتورة إيمان مرزوق، أستاذ علم الفيروسات في جامعة القصيم، دكتوراه من جامعة برلين، ودكتوراه أيضا من جامعة كامبريدج في التنمية البشرية، وبالإضافة لأن هي كاتبة وشاعرة. والنهاردة إحنا هنستفيد منها، وجايبينها النهاردة عشان نستفيد بعلمها ونسألها أسئلة قوية جدا على كل لسان مصري موجود في مصر عاوز يسأل الأسئلة ديت، وعاوز يعرف منها المخاوف اللي احنا عايشين فيها بسبب كورونا. ولكن مش هنتكلم في كورونا زي ما الناس كلها بتتكلم، ولكن هنتكلم عن الجديد في كورونا وتطور الفيروس واللقاحات بتاعته. هنسمع منها إجابات جديدة، هنسمع منها روشتة جميلة قوي. ياريت كل الناس اللي معانا تستفيد، واللي عايز يسأل يتفضل دكتور إيمان معانا ويبتدي يتواصل معانا. أهلا بيك يا دكتور إيمان. كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيب. نورتي مصر. احنا عارفين لسه جاية حضرتك من يومين تقريبا من جامعة القصيم في السعودية، وابتديتي تنزلي مصر، فقلنا ان شاء الله يكون اول لقاء لينا مع حضرتك ان شاء الله في مصر عشان الناس كلها تستفيد من علم حضرتك. دكتورة ايمان كل سنة طيبة. اكلتي كحك الاول ولا لسه؟ اكيد. طيب الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. والسادة المشاهدين بخير. طيب دكتورة ايمان، كورونا هي الفزاعة التي تهم كل العالم. مصر جزء من العالم، ومصر 100 مليون. الشعب المصري بطبعه شعب طيب، الشعب المصري شعب كل حاجة مخليها على الله سبحانه وتعالى. احنا في حتة الاحترازات وفي حتة يعني ازاي نخاف وازاي نحترز بنبقى متساهلين شوية، مش عايزين نقول مهملين، ولكن بنتساهل شوية في هذه الأمور. ولكن الفيروس بيتحور ويتطور في البلاد، وابتدى يتحور ويتطور برضو في مصر. هو بيجي بالدفعات بتاعته بتختلف من فترة لفترة ومن زمن لزمن، ولكن كل الناس خايفة من كورونا. ولكن ابتدت الدول تشوف ان هي ازاي تقاوم هذا الفيروس، وتبتدي تعمل اللقاح لمقاومة هذا الفيروس. فابتدت بعض الدول ان هي تقوم بعمل عدة لقاحات، منها الصين وانجلترا كل الدول الأوروبية ابتدت تعمل لقاحات عشان تبتدي تقاوم هذا الفيروس. عايزك تكلميني عن اللقاحات عموما، ليه الناس ابتدت تعملها، وبعد كده هنسأل في حاجة تانية. يا ريت تبتدي بقى كده تقولي لي تطمني الناس، ولا نخوفهم، ولا نقول لهم يعملوا ايه بالنسبة لفيروس كورونا، وبعد كده نبدأ في اللقاحات. اتفضلي يا دكتور. اولا كل سنه وحضرتك طيب، وكل الساده المشاهدين بالف خير، ويا رب كده ايام جميله كلها سعاده وراحه بال باذن الله يا رب. طبعا بالنسبه لموضوع كورونا، وهو يعني وباء وجائحه زي حضرتك ما قلت بتجتاح العالم اجمع، ولكن الحمد لله احنا في خطوات قويه لمكافحته ومقاومته. ففي البدايه لازم نطمن ان الحمد لله ان العلماء شغالين، الباحثين شغالين في ابحاث علميه قويه جدا في اتجاه السيطره على الفيروس. في عامل للعلم وفي عامل للبشر في الحمايه والوقايه ومكافحه الامراض دي.
فالحمد لله في بالفعل لقاحات كتير متوفره قوي، متوفره دلوقتي، في منها اللقاح الروسي، في منها اللقاح اوكسفورد واسترازينيكا، في شراكه ما بين فايزر وشركه المانيه، ففي لقاحات كتيره متوفره وموجوده، يعني بتساعدنا على مكافحه الفيروس وبتحمينا من شر العدوى الخطيره، او ان الانسان يبقى معرض او حياته مهدده، او انه يكون محتاج لعنايه مركزه والمستشفيات يعني ما فيهاش ساعه. فاللقاحات مهمه جدا للسيطره على اي وباء عدى كتير علينا واحنا صغيرين، هنلاقي عندنا هيلث سيرتيفيكيت او شهاده فيها كل التطعيمات اللي احنا اخدناها. لو ما كانتش اللقاحات دي موجوده كان زماننا لغايه النهارده بنعاني من امراض كتيره زي البوكس فيروس، زي الميز، الحصبه، زي امراض كتيره خطيره موجوده. فاللقاحات مهمه جدا جدا للسيطره على اي مرض، بتمكن المنظومات الصحيه ان هي تقضي على المرض سريعا وجسمنا يكون مناعه ضده، وفي نفس الوقت الفلوس اللي بتنفق وبيكون في اجهاد قوي على ميزانيات الدول في مكافحه هذه الاوبئه بتتجه بقى ساعتها للاقتصاد، لتنميه المنظومه الصحيه، لتطويرها، للتعليم، للتطوير. فمعنى كده ان احنا لو ساعدنا المنظومات الصحيه في اخذ اللقاحات في الاوقات المتاحه وعندما تتوفر، يعني ده بيساعدنا ان دولنا يعني تتطور بسرعه، ويساعدنا ان احنا نكون اكثر انتاجيه، وتساعدنا كمان ان احنا يكون القيمة الاقتصادية اللي بتنفق في مكافحة الأمراض لا توجه للتطوير والتنمية والتعمير يعني أكتر. طيب دكتور، إيه اللي بيخلي الفيروس يتطور؟ يعني الفيروس كان بادئ بشيء وابتدى يتطور، التطورات دي بتبقى راجعة لإيه؟ تمام. هو طبعا الفيروس أنا بحب جدا جدا أو بؤمن بالمقولة اللي هي بتقول إن هو على حافة الحياة. فالفيروس عبارة المادة الجينية بتاعته مكونة من بروتين، البروتين ده متكون من أحماض أمينية، الأحماض الأمينية دي لها تتابعات معينة هي اللي بتخلي يعني بتديله الكاركترستيك فيتشرز أو الخصائص بتاعته. فالفيروس خارج الكائن الحي ما يقدرش إن هو يعيش، بيبقى منتظر كائن حي آخر عشان يستغله ويبتزه وياخد كل طاقات الخلايا بتاعته ويعيش عليه. فايه اللي بيحصل؟ مجرد ما بيدخل الجسم بتاعنا سواء بقى كورونا او اي فيروس تاني، من المداخل المحببه لكل فيروس وعيلته، كل فيروس له مداخل مختلفه وله مكان بيحبه اكتر يعيش فيه مختلف، مش كلهم زي بعض. فلو اتكلمنا على الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي، هيبدا ان هو يعني يغزو الخلايا بتاعتنا، يخترقها، يبدا يطلع الماده الوراثيه بتاعته، وبتبدا تتكامل مع الماده الوراثيه بتاعه الانسان. فهنا بيجي بقى الاختلافات زي حضرتك ما بتقول، عندي هنا بروتين بطبيعه معينه بتتابعات معينه باحماض امينيه معينه يتداخل مع البروتين بتاع جسمي بتاع الخلايا بتاعتي بتاع الصفه الوراثيه بتاعتي، فتبدا هنا في يعني قواعد نيتروجينيه تقع، احماض امينيه بتتغير من شخص لشخص، كل ما كان الفيروس سريع الانتشار يبدا ترتيبه الجينات بتاعته تختلف قليلا واحدة واحدة، كل فيروس طبعا على حسب نسبة تطوره وسرعته وانتشاره وهكذا. فهو ده اللي بيخلي ان في طفرات تحصل، احماض امينية بيتغير تتابعاتها او ممكن يحصل لها حذف او ممكن تتغير بشكل كامل. اللي يخوفني هنا ان يحصل التغيير ده في اماكن مهمة او اماكن بتسهل من انتشار الفيروس، وهو ده للاسف اللي حصل مع كورونا او مع كوفيد 19 دلوقتي. يعني التغيرات اللي حصلت وترقت على الفيروس مكنته ان يكون اكثر سرعة في الانتشار من 70 ل 75%. طيب دكتور، ازاي نحد من سرعة انتشار الفيروس؟ ايه الاساليب اللي ممكن يتبعها كل شخص للحد من انتشار هذا الفيروس؟ تمام. هو طبعا زي حضرتك ما قلت احنا بنرجع بنبص على الصوره من بعيد، هنلاقي البيهيفير بتاعنا او سلوكياتنا لازم تنضبط شويه. يعني احنا فعلا شعب عطوف ولطيف وبيحب التجمعات زي فعل ربنا، لكن طبعا ربنا قال لنا الاخذ بالاسباب. فاحنا هنا في موسم فيه ذروه تجمعات، اعياد في يعني في مصر كلها وفي العالم العربي كله، فلازم ننتبه جدا لفكره التجمعات دي. ليه؟ لان انا ممكن اكون شخص مناعتي قويه
وممكن اكون بروح الشغل بتاعي كل يوم، بركب مواصلات مختلفه، بقابل ناس وعمال او بتعامل مع يعني كثافه عماليه بشكل معين، لكن انا مناعتي ممكناني اني ما فيش مشكله عندي. لكن بروح البيت، بروح لاصدقائي، بروح لاهلي، ممكن اكون انا سبب في نقل الفيروس ليهم دون ان يظهر علي اي اعراض. فاحنا اهم حاجه في عشان نمنع من انتشار الفيروس، اول حاجه ان احنا ننضبط لسلوكياتنا الشخصيه، ان احنا خلينا بعيد شويه الايام دي، حتى لما نتقابل مش لازم السلام بالايد، يعني ناخد بالنا من الحاجات دي، الارتداء الكمامه، يبقى في مسافه مترين بيني وبين الاشخاص اللي انا بتعامل معاهم، فكره التقارب قوي والسلام والحضن والكلام ده كله ما ينفعش خالص في جائحه وفي وباء. التعقيم بقى والتطهير المستمر للاماكن اللي احنا بنلمسها كتير، يعني الترابيزه زي دي، الزراير بتاعه النور، الموبايل، بدي حد بيعمل مكالمه، ففي هنا نفس، في رذاذ بيتعامل مع اسطح كتيره، فلازم ان احنا ننتبه لفكره التعقيم المستمر. التهويه الجيده مهمه جدا جدا، ووجدوا كمان ان الناس اللي في عزل منزلي بتظل الاعراض عندهم فتره اطول. ليه؟ او بعد ما حتى بيكون الاختبار بتاعه سلبي كورونا. ليه؟ لان التهويه الجيده مش متواجده، الغرف مغلقه، ما فيش اجهزه يعني تنفس صناعي، فهنا لا، كل ما كان عندنا فرصه لتجديد الهواء في البيت ده بيساعدنا على يعني تنقيه الهواء من اي عبء فيروسي ممكن يكون عالق فيه. طيب دكتور، انتقلنا من الفيروس الى اللقاحات. تمام. اللقاحات ابتدت دلوقتي بنسمع نغمه ان في ناس عماله تقول لك خايفه من اللقاحات، هو مخاوف من اللقاح، واللقاح لا بيأذي، اللقاح ليه اعراض جانبيه على المدى، هيعمل لنا وهيأثر علينا ويعمل كذا كذا كذا. عايزين نتكلم بفكره يعني عامه وبسيطه ونقول للناس الحاجه الصح ايه، هل اللقاحات مفيده ولا ضاره؟ لا، هي طبعا اللقاحات مفيده. تمام. والا ما كناش كلنا يعني العالم كله بيتسارع ويلهث ورا اي جرعات متوفره من الشركات المنتجه. تمام. فخلينا نشوف العالم المتطور بيعمل ايه، يعني احنا الدول في صراع على المنتج اللي طالع من كل الشركات اللي بدات تنتج اللقاحات، فاحنا هنا ليه هم بيعملوا كده؟ عشان عايز يسيطر سريعا على المرض، عايز مناعه اقوى، عايز شعب منتج، عايز يعني يخلي الناس بصحه جيده ويمنع انتشار الفيروس وتطوره. فاللقاحات فكرتها ان هو بيعرف جهازنا المناعي على الفيروس ده، ولكن او على البروتين المشابه لتكوين الفيروس، لان في تقنيات مختلفه تم تصنيع اللقاحات بيها. فبيبدا ان هو يعرف الجسم بتاعنا ب ان اكتيفيتد فيروس، او ان هو تم تثبيته بشكل علمي معين، علشان الجسم لما يشوف الحاجه الغريبه اللي داخله عليه دي، جهازه المناعي ينتفض ويبدا يخرج خلايا الجيش بتاعنا بقى، وخلايا الدم البيضاء تبدا ان هي يعني تجهز بالانتي بوديز والاجسام المضاده، عشان لا قدر الله لو الفيروس عدى علينا بعد كده نكون مستعدين برد فعل يناسب هذا الفيروس وهذه الجائحه. فاللقاحات مهمة جدا، الناس ما تخافش منها. اتفضلي. طبعا بتحمينا من شر الوباء زي ما قلنا، بتحمينا من ان احنا نحتاج عناية مركزة، بتدينا ولو مناعة جزئية احنا مش في غنى عنها، احنا محتاجينها بالفعل، علشان يعني ربنا كده يعدي الأزمة دي على خير بإذن الله. طيب احنا معانا اتصال الأستاذة فضيلة الإعلامية. أهلا. فضيلة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة. برنامج تحت الأضواء اللي حضرتك بتقدميه من البرامج الجميلة جدا، وكل سنة وحضرتك طيبة في العيد. يعني عايزين نقول لحضرتك، كنا عايزين نقول لحضرتك العيد أخباره إيه معاكي بقى؟ أكلتي كحك في العيد؟ أكلت كحكاية، يعني طب. هو كفاية كده. طب كويس، عشان الدايت بقى. وأنا بقول لكل الناس، لا مش دايت على فكرة، مش فكرة دايت. طيب. إحنا ناكل اللي نفسنا فيه بس بكمية قليلة جدا. تمام تمام. ونحافظ على صحتنا لان احنا محتاجين ده. تمام. كل سنه وانتم طيبين ومصر طيبه. وانت طيبه. الشعب وقاده والامه العربيه الاسلاميه كلها بخير يا رب. بقول لحضرتك، انت دلوقتي بتقدمي برنامجك تحت الاضواء في قناه الصحه والجمال. اول ما بتخشي القناه كده وبتتعاملي مع الناس البشوشه اللي جوه القناه، بتحسي بايه كده وانت داخله تقدمي البرنامج بتاعك بمنتهى الصراحه؟ انا عايزه اقول لك ان انا بكون جايه بنسبه طاقه ايجابيه 30%، مجرد ما ادخل القناه بامانه بتشحن بحوالي 80 90% طاقه ايجابيه. تمام. ناس جميله. تمام. ناس متعاونه،
فعلا بعتبرهم الجندي المجهول اللي هو ورا الكاميرا علشان يطلع برنامج جميل، يعني عارف نوصل حاجة جميلة للناس، ايوه ان احنا كلنا نكون طاقة ايجابية. مفيش حد ما عندوش مشاكل وسلبيات، بس فعلا فعلا كانوا متعاونين جدا جدا، وكنا بنطلع برنامج حلو الحمد لله. شايفة قناة الصحة والجمال إن شاء الله هتكون في مصاف القناة الكبرى بإذن الله، وهي من القنوات الكبرى. شايفة إن طبعا التطوير اللي بيتم في قناة الصحة والجمال إيجابي وهيكون سريع الانتشار؟ لا ان شاء الله بامر الله تعالى، انا متابعه نوعيه البرامج اختلفت. هي كانت اجمل يعني جميله، بس دلوقتي اجمل طبعا وفي تطور مستمر، ونتمنى ان شاء الله تكون من القنوات اللي هي في القمه والناجحه بامر الله. شكرا لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيبه. برنامج تحت وحضرتك الاضواء، طيب استاذه فضيله وشيء. الاعلاميه الجميله، كل سنه وحضرتك طيبه، وان شاء الله بنشوفك قريب باذن الله. شكرا ليك يا فندم. برجع لك دكتوره ايمان، واجواء العيد بتبقى فرحه زي ما بنقول. قلنا للناس عن اللقاحات، وابتدينا نتكلم برضه عن الفيروس كورونا. احنا بنمهد للناس وبنقول لهم يخلي بالهم، يعني احنا في العيد واحنا فرحانين يخلي بالنا ونلاحظ ان الحاجات دي مهمه جدا. طب في حاجه طالعه جديده يا دكتور اللي هي مزج اللقاحات، يا ريت تكلمينا عنها وتقولي لنا مزج اللقاحات ده ايه، بيفيد ولا ايه قصته؟ تمام. هو طبعا يعني الترند الأخير هو فكرة مزج اللقاحات. نتيجة لإيه؟ نتيجة إن اللقاح مش متوفر بالشكل اللي هو يغطي العالم أجمع. إحنا عندنا أعداد كبيرة من البشر محتاجين اللقاح، وفي نفس الوقت الشركات المنتجة في يعني ماراثون علشان يقدروا يغطوا كل هذه الجرعات المطلوبة على مستوى العالم. فهو ده الفكرة، إن هم بيحاولوا إن لو شخص أخذ جرعة مثلا من فايزر ممكن إن هو ياخد الجرعة الثانية من أسترازينيكا أو من اللقاح الصيني أو من أي لقاح آخر، على أساس إن الجرعات غير متوفرة بالشكل الكافي، على أساس إن هم يعني التجارب بالفعل شغالة دلوقتي على 820 شخص. بدأوا ان هم في اوكسفورد بدأوا ان هم ياخدوا جرعة من فايزر تتبعها جرعة من استرازينيكا والعكس، وهيبدأوا يشوفوا الشهر ده يحللوا النتائج ويشوفوا هل بالفعل تم رفع مستوى الأجسام المضادة في الجسم او لا. لكن هي الفكرة كلها ان البروتوكول ده ليه مش متبع يعني مع اللقاحات السابقة او مع الفيروسات اللي عدت علينا قبل كده والتطعيمات اللي احنا اخدناها، لان ببساطة الجسم لما بيتعرض لاول جرعة من اللقاح بيبدأ خلايا الدم البيضاء تنتج نوعين من الخلايا، البي ليمفوسايتس والتي ليمفوسايتس. فالبي ليمفوسايتس دي نوع من انواع الخلايا اللي هي قصيرة العمر، ما بتقعدش فترة طويلة في جسم الإنسان. التي ليمفوسايتس بيكون لها ذاكرة أطول شوية، فبيبقى محتاجين إن احنا ناخده بوستر دوز أو جرعة أخرى معززة من نفس اللقاح من نفس المنتج اللي معمول بنفس التقنية، عشان جسمي الأجسام المضادة دي بتاخد أسابيع وتبدأ إن هي يعني تختفي تدريجيا أو يقل عددها في الجسم. طيب ما هاخد من كلام حضرتك إن اللي خد لقاح الجرعة الأولى لازم ياخد نفس اللقاح الجرعة الثانية، ما يغيروش. المفترض علميا والافضل كده، ده برضه عشان الناس اللي خدت لقاح يا جماعه لازم تبقى مخليه بالها من الموضوع ده. بالظبط. ليه؟ لان هو انا محتاج ارفع معدلات او المستوى بتاع الاجسام المضاده في جسمي، فلو انا خدت فايزر يبقى الجرعه الثانيه بعد 21 يوم الافضل تكون فايزر، لو انا اخدت موديرنا يبقى موديرنا، استرازينيكا يبقى نفس اللقاح الصيني الروسي وهكذا. تمام. ليه؟ عشان ارفع مستوى كفاءه جهازي المناعي الدفاعي في الجسم بتاعي. طيب السي دي سي او الجمعيه اللي هي المسؤوله عن مكافحه الامراض والسيطره على العدوى في امريكا نزلت بيان واضح انه ممنوع فكره او لا يصح ان احنا يعني نتبع جرعه من لقاح معين بجرعه اخرى من منتج اخر لاسباب كتيره، وعلشان ما فيش طبعا ما يثبت حتى الان ان ده مفيد لجهازي المناعي، وان الاعراض الجانبيه اللي هي طبعا ممكن تختلف من حضرتك ليا لاي شخص اخر ان هي امنه يعني او محتمله. فحتى الان المفروض من المفترض ان هو يكون نفس الجرعه اللي خدتها نفس الشركه يكون الجرعه الثانيه من نفس اللقاح من نفس الشركه. ليه هم بيتكلموا في مسك اللقاحات؟ لعدم توفر جرعات كافيه حتى الان بس. فهنا دي الاكسبشن. طيب دكتور احنا خلاص هنخلص الكورونا وخلصنا اللقاحات، تعبناكي معانا، ولكن احنا هنروح لحته ثانيه من جانب تاني، زاوية تانية. طالما اتكلمنا عن الشعب المصري والطيبة والروح الحلوة بتاعت المصريين، هنتكلم عن جانب انت حضرتك درستيه في جامعة كامبريدج في انجلترا، وهو التنمية البشرية. التنمية البشرية عموما بنسمعها كتير جدا، ولكن
البشرية، هل التنمية البشرية هل ديت لتنمية النفس البشرية أم التنمية البشرية لتنمية مجتمع أو لتنمية أشخاص أو لتنمية، يعني عايزين نفهم الناس يعني إيه تنمية بشرية. ولكن قبل ما حضرتك تخوضي في الحديث عن التنمية البشرية، أنا عايز أشوف حضرتك وأقول لحضرتك يعني إحنا كبشر، الإنسان مننا من مجموعة مواد، مجموعة مواد مادية، إحنا مخلوقين من طين ففينا كل صفات الأرض، ومخلوقين من روح، الله سبحانه وتعالى نفخ فينا من روحه فبقى في عندنا عنصر الطين اللي هو الأرض وعنصر الروح. الإنسان امتزاج، يعني ممتزج بالروح وممتزج بالطين والأرض، فأصبح في جزء مادي وجزء روحي. ابتدت شخصية الإنسان النهاردة نلاقي في بعض الأحيان الجانب الروحي بيسمو، وفي بعض الأحيان الجانب المادي بيسمو. وإن سمى الجانب المادي بنلاحظ وجود بعض المخالفات وعدم الانضباط واختلاف في المشاعر والأحاسيس، كل ده في حالة إذا الجانب المادي تقع على الجانب الروحي. عن الجانب المادي وعن الجانب الروحي ياريت تكلمينا وتقولينا النفس البشرية بين الجانب المادي والجانب الروحي. هو طبعا حضرتك عندك حق جدا، هو ونفس معاملة سواها فألهمها فجورها وتقاها، أو يعني ربنا خلقنا يعني زي حضرتك ما قلت في جزء روح وفي جزء مادة، احنا بننمي ايه، احنا بنطور ايه، احنا محافظين على ايه اكتر، فهو ده اللي بيسمو معانا او هو ده اللي بيرتقي بينا. فاحنا مثلا في شخص بيكون محافظ جدا على قراءة القرآن، على تهذيب نفسه، على مراجعتها، على الحث على الفضائل، على ان هو يكون شخص لطيف وودود زي ما حضرتك قلت، بيتعامل مع البشر باسلوب طيب. في شخص اخر بيكون بيهمه اكتر مصلحته الشخصيه، تعاملاته الماديه، هيكسب ايه من ورا كل علاقه بيتعامل فيها مع الاخرين. فعلى حسب كل شخص نما ازاي، يعني تربيته كانت ازاي، احساسه واتجاهاته النفسيه. حضرتك عارف ان يعني فكره حتى مش قلبنا بس، لا ده حتى عقلنا منقسم ما بين المادة وما بين الروح، ما بين الخيال والإبداع وما بين الأشياء الملموسة والمادية والحسابات والتحليل. فيعني الإنسان كتلة من الصراع ما بين حاجات بيحبها وبيرتاح إليها وحسابات أخرى العقل أحيانا بيفرضها عليه. لكن أنت هتنمي إيه؟ هتنمي الجزء اللي أنت أكثر ارتياحا ليه، أو الكمفورتبل زون بتاعتك، المنطقة اللي فيها راحتك، المنطقة اللي فيها من سماتك اللي ربنا خلقها في عقلك. فاحنا لازم طول الوقت ان احنا نجاهد نفسنا في اتجاه ان احنا نشوف ايه هي الحاجات اللي تقربنا اكتر من الخير، من العطاء، من الحب، من التسامح، من ان انت يعني تدع نفسك مكان الاخرين احيانا عشان تقدر تكمل. والا هي كل موقف صعب بتقابله هتحط في قلبك نقطة سودة مش هتعرف ان انت تمحيها. يعني طيب دكتور، انت بتقولي ممكن احط نفسي مكان الاخر، ازاي احط نفسي مكان الاخر؟ ولا اذا كان الاخر دوت مثلا طغى فيه الجانب المادي فاصبح عدم ما في، ما عندوش انضباط، اذا طغى الجانب المادي هناك ما بيبقاش في انضباط، ما بيقدرش يضبط نفسه، ما بيقدرش يتحكم في غرائزه، ما بيقدرش يبقى انسان متعاون مع الناس لان الجانب المادي طغى عليه. والجانب المادي ان طغى على الانسان فبيبقى جانب يعني داخله نفس بقى بشريه، داخل فيها النفس بقى الأمارة بالسوء والنفس بأنواعها وبدرجاتها. فإذا النفس والجانب المادي بيكونوا يعني قويين جدا داخل الإنسان، بالإضافة إلى وساوس الشيطان اللي بتجيله ونغزات الشيطان، فأصبح ثلاثة النفس البشرية بقى الإنسان اللي هو فيه الروح، الروح بتقاوم ثلاث عناصر، بتقاوم الإنسان، بتقاوم الغرائز بتاعته، عدم انضباطه، النفس البشرية، كل دي على الروح. فلما أنا أتعامل مع آخر والجانب المادي فيه طاقة، إزاي هل أنا يعني ما أنا بالتالي كل اللي فيا هيروح له أو كل اللي عنده هيجي لي، فأنا بالتالي هكون زيه. الجانب المادي طاقة عندي برضه، أصبح الجانب المادي هو عنده نفس الغرائز بتاعتي، عنده نفس الأفكار الشريرة اللي عندي، فأصبحنا الاتنين في المجتمع غير سويين. ما هو هي دي بقى اللي حضرتك بتقوله ده. طب ما هو في الاساس الصحبه، يعني حضرتك بتتكلم كده في الصحبه. هو فعلا احنا لو جبنا شويه فراوله
كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ولو في فراوليه واحده بس فاسده ممكن تفسد كل الطبق اللي موجود. حضرتك تشاهد ده في حتى في يعني في المطبخ بتاعنا وفي الثلاجه بتاعتنا، هتلاقي لو في فاكهه ثمره فاكهه واحده فاسده هتبدا تنشر الفساد في المحيط اللي حواليها. فهي الصحبه عليها عامل كبير جدا. فيبقى هي ايه هنا الحل؟ زي حضرتك ما بتقول، لو انا بتعامل مع شخص بتقوده شهواته بتقوده غرائزه وبتقوده المصلحه الماديه البحته، فانا يعني في الاول هكون مستغرب، لكن بعد جزء من الوقت هتلاقي نفسك اعتدت ده. في كان مثال برضو كان مهم جدا كنا بنسمعه، ان انت لما حضرتك بتبدا تدخل سوق سمك أول ما بتدخل بتحس إن الريحة فجأة وإنها صعبة وإنك مش متحملها، لكن لما بتبدأ تمشي في السوق بتعتاد هذه الريحة، فبتبقى بالنسبة لك الرائحة اللي شمتها دي حاجة عادية اعتدت عليها. فهي الفكرة كلها في الصحبة الصالحة. حضرتك بتدور على الناس اللي أقرب لربنا، الناس اللي هي دايما يعني بتروض غرائزها وبتروض نفسها بتراجع نفسها، الناس اللي دايما بتحاول إنها تكون على طريق التقوى، على طريق العبادة، على طريق الحق، على طريق الخير. فمن هنا لا، أنت هتاخد منهم الجانب الصالح، يعني يبقى هنا رائحة المسك هتوصلك. لكن لو انت حبيت ولو انت قلت تساهلت هتلاقي نفسك منقاد في الطريق المعاكس، لان انت محاولتش ان انت تقف وتفلتر العلاقات اللي حواليك. فمهم جدا ان احنا نراجع الصحبة بتاعتنا، احنا بنتعامل مع مين، احنا اليومين دول بنكلم مين، لان هيشكلوا جزء كبير من توجهاتنا ومن شخصيتنا ومن تصرفاتنا اكيد. دكتور، في بعض الاحيان بتتوافق العناصر اللي جوانا مع العناصر الاخرى مع شخص اخر، وإذا توافقت العناصر مع شخص آخر بيتولد حاجة إحنا بنسميها الحب. هل الحب بين الأطراف هذا يعني اللي بينتج عن بين شخص وشخص آخر، رجل ورجل، رجل ومرأة، أيا كان التوافق دوت، هل ده بيكون ده لتوافق المادة والروح مع بعض مع الشخص ده والشخص الآخر، فمن هنا بينشأ الحب بين الطرفين؟ هو التناغم والتواد والعطف اللي بيكون بين الأشخاص وبعضها ده بيكون رزق من ربنا، ده في الأساس. هي طبعا في كيمستري، الكيمستري دي بتيجي منين؟ الهارموني، التناغم ده بيجي منين؟ بيجي إن احنا بيكون عندنا مناطق مشتركة. يعني مثلا اهتمامات حضرتك في منطقة معينة لمست وقبلت اهتماماتي في هذه المنطقة، فبدأ يكون عندنا منطقة مشتركة نتكلم فيها، منطقة مشتركة نرتاح فيها، بعض الميول، بعض الهوايات. فالحلم الهدف واحد، لما بيبدأ الحلم يكون واحد والهدف يكون واحد والأشخاص دول عندهم نفس الفكر في الخيال مثلا، أو أشخاص تانيين تحليليين عندهم أهداف مادية حتى زي حضرتك ما بتقول، فهنا بيحصل التوافق على أرض مشتركة. لما بيكون في مشاركة ورعاية واهتمام بيتولد الحب. لكن لو أشخاص متنافرة، الصفات مختلفة، واحد رايت برين والتاني ليفت برين، يعني عقله تحليلي، اكيد مش هيكون مرتاح قوي مع شخص عنده الخيال والابداع عالي، لان ده في اتجاه وده في اتجاه اخر. فحتى يعني انا يعني اتمنى ان المقبلين على الزواج، ان مش بس ان تحليل الدم والحاجات دي حاجه بسيطه، لكن التحليل ان هو يشوف رسمه الدماغ بتاعته وقوه النفوذ بتاع دماغه فين. انا متهيألي ده مهم جدا جدا ان احنا ننتبه لده، لان لما الاشخاص بيكون عندهم هيمنه، يعني مثلا اتنين مقبلين على الزواج بدانا نعمل لهم الهيمسفير دوميننس او انديكيتور او بنشوف مؤشر هيمنه فص الدماغ الايمن والايسر، نبدا نشوف هم قوه دماغهم فين. لو الشخصين دول يمين زي بعض دول هيكونوا مرتاحين جدا مع بعض، خياليين، يعني عندهم المشاعر عاليه قوي، بيحبوا الموسيقى، بيحبوا الشعر، الكتابه، بيحبوا اي حاجه فيها فن وابداع، فدول يقدروا يكملوا مع بعض لان الاتجاه واحد، مفيش تصادم هنا قوي. طيب لو كان واحد رايت برين واحد ليفت برين، ليفت برين ده تحليلي اللي هو قاعد على ارض الواقع، هو بيحسب كل خطوه قدامه، هو يهمه قوي المصلحه الماديه زي حضرتك ما قلت، هو يهمه قوي ان يكون فكره دقيق، ان هو يكون حاسبها 1+1=2. فهنا ده لما يجي يرتبط بشخص رايت برين لا، في تصادم كبير هيحصل ما بينه، يعني فيقدروا يكملوا. يعني حضرتك بتقولي لو انسان دلوقتي عملي جدا،
تصادف مع انسانه يعني شاعره ومشاعرها حساسه جدا ورقيقه والاثنين يعني اتجوزوا مع بعض، هيصطدموا كتير جدا. هيصطدموا جدا. الاول كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا لازم حد يكملك او يكمل النقص بتاعك، يعني انت انسان خيالي يبقى انت محتاج واحد واقعي فرمل. ايوه الفرمله دي هي الصراع، هي الصراع اللي بتقابله مع كل موقف مع كل قرار بتاخده. فالصراع ده مش هيولد اكيد حب، اكيد مش هيولد تفاهم، اكيد مش هيولد استمراريه، لكن هيولد مزيد من الفرقه والفجوه وال ده هيرجعنا لكلامنا في الاول اللي الانسان الماده والروح. يعني لازم تكون نفس الماده بتاعتي والروح بتاعتي متالفه مع الروح الاخرى والماده الثانيه عشان يحصل الاندماج والمصاهره. السكينه والرحمه اللي هي الاساس بتاع الزواج، انه يكون في سكينه ورحمه، ان يكون في لطف ما بين الشخصين. عشان اللطف ده يكون موجود لازم يكون في منطقه مشتركه، وبالتالي لازم يكون الميول مشتركه. عشان كده بقول لحضرتك اتمنى ان هم يبدا يتطبق ان احنا نقيس الهيميسفير دوميننت انديكيتور او مؤشر هيمنه فصي الدماغ عند الزواج. ده هيوفر كتير جدا. ده بيتعمل بره يا دكتوره؟ بيتعمل بره؟ ده بيتعمل بره للاطفال الصغيرين من هم قبل ما يدخلوا يعني اولى ابتدائي. ليه؟ عشان يبدا يطلع من وهو صغير، يشوف الطفل ده امكانياته ايه وقوته ايه، ويبدا يدعم. يعني واحد بيكتب بيحب الكتابه، واحد بيحب الرسم، واحد بيحب الموسيقى، واحد تاني عمال يفك اللعب ويكسرها ويركبها تاني، فده هندخله اتجاهات الهندسه والميكانيكا وهكذا. واحد تاني بيحب يلون، ده ممكن يبقى فنان كبير ومبدع. فبيبداوا ينموا مواهب الاطفال بناء على الرسمه دي او هيمنه فصي الدماغ دي رحافين. طيب. فبالتالي بيبقى المجتمع منتج وسعيد ومتميز وفيه علماء واسماء كبيره. طيب على سيره الكتابه وعلى حس الكتابه اللي انت بتقوليها، احنا محضرين لك مفاجاه صغيره كده، الشباب معانا في الاعداد هينزلوها لحضرتك وهنشوفها، واحنا لسه ما قلنالكيش عليها، ولكن هنشوف الكتابه وانت اتكلمتي عن الكتابه وهنشوف الابداع في الكتابات، وده هننتقل اليه بعد شويه، ولكن هنشوف حاجه لحضرتك دلوقتي ان شاء الله بيجهزوها الشباب معانا، هي جاهزه معانا ان شاء الله الحاجه. طب هنشوفها دلوقتي ونرجع تاني بعد ما نسمعها سوا. ماشي يا دكتور؟ كان يحلق في السماء متأرجحا ما بين همسات السمر، حينا يخاطب ناظريها وفينة يتوارى خلف أوراق الشجر. ظلت تحاول جاهدة أن تحفظ في مقلتيها، ترسل إليه الخير عطرا ودعاء بين كفي يديها. غرست مصابيح الفجر حوله في سعادة، أنمت الصدق بستانا مزهرا بكل إرادة، وتكاتفت كل المنى لرعاية الحلم المنير، وتساقطت كل النجوم أمام بستانه النضير. وحينما قرب اللقاء وتهيأت كل السماء لإقامة الحفل المهيب، تناثر المطر الغزير وتراقصت كل الطيور لتزف للدنيا الخبر من فوق أغصان الشجر. فالشمس شرعت بالتيقظ والعتمة صارت تنحسر، ومن تهيأ بالمساء كالنجم يسطع منتصر، ما كان إلا بلورة طين تكشف وسط زخات المطر. لم تحزن العصفورة قط، فالله ألهمها البصر، ما من خسارة عندها، فالدرس أثمنه القدر. والأمس ول بظلمته والغد أشرق بالحقيقة وازدهر. العصفورة والبلور، كلمات إيمان مرزوق. دمتم صادقين. We'll be right back.
رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، معانا ومعاكم دكتورة إيمان مرزوق، أستاذ علم الفيروسات والكاتبة والشاعرة في مجالات كتيرة جدا. في تاني أيام العيد المبارك سمعنا القصيدة بتاعتها العصفور والبلور، ودي يا دكتور بصراحة من الكلمات الجميلة جدا اللي بسمعها من حضرتك. كان في حاجة تانية مع حضرتك كنا بنتكلم فيها في الفاصل وقلتي ممكن تقوليها، يا ريت تقوليها لنا كده بسرعة. هي حاجة اسمها لا تطرق الباب، فبتقول الطريق الصعب لا يسلكه إلا الشجعان، والممالك القوية لا يدخلها متخاذل أو حيران. هكذا تردد الصوت في أرجاء المكان عندما أبحر أحد الشبان نحو قلعة مشيدة محصنة بأسوار الصدق والإحسان. جاء طامحا أن ينال حكمها، متمنيا القرب من شواطئ دفئها، ظن حينها أن الطريق ممهدة وأن الأبواب المغلقة تفتح للعابرين رغم الزحام، ليسكنوا القلعة لبعض الوقت ليستريحوا من صخب الأكوان. لكن القلعة لا تفتح أسوارها لكل عابر، فالممالك القوية لها قوانينها الرزينة، ولا بد لساكنيها أن يكونوا من أصحاب الهمم العظيمة. حينها سمع الصوت مدويا، لا تترك الباب إلا إذا كنت بالصدق محملا وبالهمة والعزم ملبيا، فلا مكان هنا إلا للفرسان. جميلة يا دكتور، بروح مع حضرتك مع الكلمات الجميلة ديت، وبنقول روح الفرسان بقى هنا. بنشوف الفرسان بيتمتعوا بروح قوية جدا. الإنسان اللي بيبقى فيه روح الفرسان، عشان كده سموه فارس، بيخلوه إنسان قوي، إنسان جميل. ولكن هذا الإنسان اللي بيتمتع بروح الفرسان دوت بيجيله وقت من الأوقات بيقف ويقول أنا الظروف أقوى مني. إيه الظروف اللي بتخلي الإنسان مهما كان فارس، مهما كان قوي، مهما كان إنسان بيتحمل الصعاب، يقف قدام حاجات مش ملموسة ويقف يقول الظروف أقوى مني؟ كلمة الظروف أقوى مني دي بنسمعها من ناس كتيرة جدا. وليه الإنسان اللي هو يعني ربنا كرمه ده بيقف ويقول أنا الظروف أقوى مني؟ هل الظروف اللي هي بتبقى ثانوية وحاجات طارئة على الحياة بتخلي الإنسان ضعيف لهذا الحد؟ هو طبعا زي حضرتك ما قلت، احنا بنتكلم عن أشخاص معينة بسمات معينة، أخلاق الفرسان والمبادرة والقوة وشخص مقدام وقوي. فأكيد لو قال جملة الظروف أقوى مني دي متهيألي لازم لها وقفة. لكن أحيانا احنا كتير بنقابل عقبات في حياتنا، فده شيء أساسي من الحياة. يعني ربنا خلق الإنسان في كبد. العقبات بقى دي هي مش هتوقف الفارس، هي هتخليه يقف لحظات استراحة أو هدنة محارب. ليه؟ عشان يلملم أفكاره مرة أخرى، يلملم خططه مرة أخرى، يدور على حلول بديلة، يفكر خارج الصندوق زي ما اتفقنا. فمن هنا بيبدأ إن هو يوجد لنفسه أفاق جديدة بحيث إن هو يعني ينتصر في المعركة بتاعته. فالفارس لا ينهزم، الفارس لا يستكين، الفارس ما بيسيبش حقه، الفارس ممكن يلتقط أنفاسه لبعض الوقت، يستعيد نفسه، يلملم شتات أموره، يبدأ إن هو يجمع أفكاره، يدور على خطط بديلة عشان يغزو ويكمل بقية المعركة بتاعته بقلب فارس قوي، مقدام مغوار ما ينكسرش أبدا قدام عقبات الحياة اللي هي بالفعل موجودة طول الوقت، موجودة حوالينا. في جزء يا أستاذ هاني مهم جدا اللي هو السعي. احنا لازم نسعى، لازم ان احنا نعمل الجزء اللي علينا، لازم ان احنا ما نقصرش في اي جهد نقدر ان احنا نبذله. لكن في جزء اخر لما يعني نبذل كل الطرق ونخوض كل السبل ونوجد لنفسنا اكتر من حل واكتر من خطة، وبعد كده وقف جزء من الهدف قصادنا، او استحالت بيننا وبينه زي ما حضرتك، او حالت بيننا وبينه الظروف زي حضرتك ما بتقول، يبقى في الحالة دي اكيد في جزء يرجع لي المعلومات ربنا والحكمته والقدره. فلازم هنا في جزء علينا في السعي وجزء اخر بيرجع لحكمة ربنا اللي ممكن يكون مأجل وصلنا للهدف لبعض الوقت،
زي ما قلت لحضرتك قبل كده ممكن يكون في فروق توقيت، يعني ممكن تكون الشيء ده من حقي ومن نصيبي وهوصل له بجهدي وسعي عندما تتوافق مع إرادة ربنا. ربنا عشان ينولنا الشيء ده محتاج يشوف سعينا وجهدنا وصبرنا على المكاره عشان نصل للهدف ويوفقنا إليه. طيب دكتورة احنا قدامنا 3 دقايق، في ال3 دقايق دول هسألك بعض الأسئلة وتجاوب عليا فيها. النفس البشرية عميقة جدا، أعمق من البحار. النفس البشرية مليئة بالأسرار. إمتى الإنسان يبوح بأسراره لشخص آخر؟ وهذا الشخص من الذي أبوح له بأسراري؟ يبوح بأسراره لخالقه. بخالق يعني ما يؤتمنش اي حد على اسراره. لا هي بتبقى طبيعه، في ناس بتكون كتومه بطبعها، يعني في اشخاص بيكون كتومين ما عندهمش القدره على ان هو يعني يحكي ما بداخله لاي شخص، بيحس ان ده كنز كامن جواه ومش من اي مش من حق اي شخص الاطلاع عليه. في ناس تانية بتكون توكاتيف او بتحب قوي الكلام، ويعني دي بترجع لفروق فرديه، لكن هو في الاساس يبوح لخالقه لان الحل والمشوره عنده. يعني نبوح للأسرار لمن نحب أم للأصدقاء؟ للخالق. للخالق. طيب أنتي طيب أيهما أقوى بالمشاعر، الرجل أم المرأة؟ رايت برين، سواء رجل أو مرأة دول أقوى في المشاعر، اللي عندهم هيمنة في فص الدماغي الأيمن، ربنا خلقهم كتلة من المشاعر، ويعني يا ريت كده نحافظ عليهم علشان ما يتعرضوش لقسوه الحياه. كده عايزين نعمل تحليل بقى للمخ، كل واحد يشوف الفص اليمين والفص الشمال. هي تحليلات بسيطه جدا على فكره وسهل ان احنا نعملها. دي بتبقى تحليلات يعني في معمل ولا بتبقى كتابيه عشان الناس بس ما تتخضش يعني؟ لا دي مجرد شويه اسئله دردشه على ايدي المختصين في مجال التعليم والتطوير، وبيبدا يشوف حضرتك بتحب الالوان اكتر، حضرتك بتحب الدوائر ولا الخطوط، حضرتك اتجاهاتك للكلمه ولا للحركه، وهكذا بيبدا يحسب لك مقاييس معينه ويشوف هيمنه دماغك فين بالظبط. طيب احنا قلنا ايهما اقوى بالمشاعر، الرجل ام المراه؟ ايهما حفاظا على العهد، الرجل ام المراه؟ الصادقين من الناحيتين. فروق فرديه طبعا. في يعني فروق فرديه، يعني اللي بيبقى متمسك بعهده وبكلمته. يعني عايزين نقول انا عايز ابقى زي الراجل، رجل متمسك غير بكلمتي بعهده وكلمته، وفي مرأة غير متمسكة بعهده، وفي ستات نقول دي بميت راجل في الكلمة دي بالظبط. فهي فروق فردية على حسب التربية والتنشئة والتهذيب والإصلاح. تهذيب والإصلاح. طيب أيهما أكثر خيانة، الرجل أم المرأة؟ أي على حسب برضو، فروق فردية على حسب التربية والتنشئة والنزعة الدينية متوفرة إزاي، فلا هي برضو فروق فردية يعني. لكن هو الرجل يعني بيتجه للتعدد اكتر من المرأة طبعا. طب هل بتعتبروا التعدد للرجل ده خيانة؟ غالبا. يعني نيجي هنا بقى ونقف نقول اللي ابتدي بقى كل واحد بيروح للتعدد. اصل المفروض ان لها شروط قواعد شروط صارمة. صارمة. ولا انت تعدله وتبقى خيانة على طول. خلاص. ده كل الستات محلول ربنا حللها من الاول. طيب ايهما اكثر وفاء بالحب، الرجل ام المرأة؟ المرأة. المرأة. يعني شايفة ان الراجل ضعيف في الحتة ديت، ما عندوش نفس الحب اللي بتديله المرأة؟ لا ممكن يكون في حاجات كتير بتشغله، العمل بياخده شوية، منفتح في العلاقات اكثر، فممكن يعني الدنيا تنسيه اسرع. دكتورة ايمان نورتيني، الحديث كان معاكي شيق جدا، اتكلمنا في جانب طبي وجانب شعري وجانب انساني، ولمينا النفس البشرية كلها من ناحية الطب والروح والجسد والمشاعر، وشايف ان النهاردة الاكتمال الحاجات دي كلها للإنسان هيبتدي يفكر من جديد ويبتدي يراجع أفكاره ويشوف بناء على الإجابات اللي حضرتك اديتها لنا النهاردة ازاي نتعامل مع النفس البشرية التي كالبحر وكالمحيط في أسرارها. شكرا ليك دكتورة إيمان، وسعدت بحضرتك وعيد سعيد عليكي وعلى الأسرة جميعا. طيب. ونورتي مصر، وإن شاء الله تبقي معانا في لقاءات أخرى بإذن الله. أعزائي المشاهدين، في نهاية فقرتنا الأولى بشكر دكتورة إيمان مرزوق، أستاذة علم الفيروسات بجامعة القصيم جامعة برلين، ودكتوراه من جامعة كامبريدج في التنمية البشرية، وشفنا بعض الكتابات بتاعة دكتورة إيمان، القصائد بتاعتها يعني كنا سعداء بيها جدا النهاردة إن شاء الله، ونتمنى تكون معنا بإذن الله في حلقات أخرى. خليكم معنا في الفقرة الثانية، فقرة جميلة جدا، هنطلع من الجانب الطبي والشعري إلى الجانب الطربي والطرب الشعبي، وحيكون معنا ضيفنا إن شاء الله المطرب الشعبي، خليها لكم مفاجأة بإذن الله. خليكم معنا، ما تروحوش في أي حتة، مع قناة الصحة والجمال ومع الفقرة الثانية. شكرا لكم.